لم أفسدها ولم أتلفها. ما الذي تقصدانه بكلامكما هذا؟ أنا لا علاقة لي بهذا. هذا أكيد. لا، لن أصدق كلامك. اسمعني، في الشركة العشرات من الموظفين. سأخبره عن لاوتشين وأوضح له كل شيء. كل شيء بالتفصيل؟ كل شيء بما يخصك أنت ولاوتشين؟ ستقولين له إنكما قبلتما بعضكما، والأمر فاق ذلك بكثير. اسمعيني، لا تعترف بما يخصك أنت ولاوتشين، لأنك بذلك لن تخرجي من المشكلة سوى بملابسك. لكن كل شيء كان. فعلاً كلامها ذو معنى. منذ الأمس أنا أبحث عن شخص لينفس له عن غضبي، لكن أنا أبحث عن شخص آخر لينفس له عن غضبي. ألا تريدين أن أساعدك في معرفة ماذا يريد قلبك؟ حسناً، سأساعدك على ذلك. أنت امرأة وقحة ولا تشعرين بالاحترام لنفسك. اذهبي وابحثي عن معشوقك. ما زلت مصراً على تجريح بالكلام؟ سأفعل أكثر من ذلك إلا إذا أردت ألا تسمعي. عفواً سيدي، أيمكنك أن تهدأ قليلاً الآن؟ أخبرتك بأنه لم يحدث شيء، لما لا تعطيها فرصة يمكنكما من خلالها؟ الأمر ليس صعباً كما قال صاحبك. ستشعرين في الصين أن بعض الأمور صعبة، لكن إيجاد الممول أمر سهل. أجل، ولا يجب أن نعتمد على شخص. صحيح، انتظري قليلاً. تعال، هيا تعال. على مهلك، سعيد. أعتذر، جعلتك تنتظر. تعال، استند علي، تعال، كن حذراً. حسناً. هي، أنت أيتها الفتاة، كيف تسمحين لك توصي هكذا؟ لدي مريض. مصادفة غريبة. إلى أين سيدتي؟ حين ينتهي الطريق السريع أنزلني، سأستقل سيارة. مرحبا، أنا في الطريق، إنما سأصل متأخرة. فالطريق متأخر جدا. أذكر، الاجتماع مهم. الطريق متأخر. ما بيدي حيلة. أعيد كلامي، هذا الاجتماع مهم جدا. أرسل يا عذراً، إن الرقم المطلوب. فحص للبول وفحص الدم. لما كل هذه الفحوصات؟